طبعا ما يخفى على حد خلال المدة الماضية اللي تجاوز 10 أيام حتى هناك اشتباكات جنوب مدينة طرابلس، وكان تجورة لها نصيب من هذه الاشتباكات داخل محلة الوادي الغربي ببلدية تجورة. تنادت اللجنة وشكلت لها من ضمنها عدة لجان فرعية، حوالي 4 أو 5 لجان، اللي هي لجنة الإعاشة ولجنة التسكين ولجنة النازحين واللجنة الطبية واللجنة الإعلامية. كان هناك توافد عدد كبير من أهالينا بمختلف بلديات طرابلس، سواء كانت من عين زارة أو بلدية بوسليم، يعني ومناطق محددة هي مشروع الهضبة، عين زارة، الخلة، معظم النازحين أو الوافدين أو ضيوف الحقيقة بلدية تجورة من هذه المناطق. في الأيامات الماضية كان النزوح في بداية الاشتباكات، في نهاية شهر 8 كانت النزوح وصل ل 100 عائلة. الآن من الأيام الماضية هذه العشر أيام الأخيرة وصل العدد ل 450، ولكن الإحصائية اللي وصلت اليوم 536 عائلة. فيه نقطة ثانية هامة جدا جدا، هي العائلات اللي تمت نزوح لتجورة وبعد ما استقرت داخل تجورة لحقتها القذائف العشوائية. كنا توا في مكان من الأماكن اللي وصلتها القذائف العشوائية، كان في أضرار بليغة، الحمد لله ما كانش في أضرار بشرية، لكن أضرار بليغة خاصة بالمباني، خاصة بالأبواب وكذا، حتى السيارات. الأزمة هذه يعني شهدت الحمد لله التفاف من الجميع، يعني نتكلم على يعني المجلس البلدي بارك الله فيه، منظمة المجتمع المدني، شباب تنادوا يعني للمساعدة. طبعا تم توفير عدة أماكن، بصراحة أماكن جيدة جدا ونقول ممتازة، يعني مجهزة مكيفة إلى آخره لاستقبال النازحين من جميع مناطق يعني ليبيا، بغض النظر عن يعني مناطقهم. عدد كبير يجاوز 500 أسرة. ما حدث يعني تواصلنا مع لجنة الأزمة، يعني بارك الله فيهم بأمانة، يعني يذكر أنهم وفروا لنا الدفعة الأولى من المساعدات، كانت قبل أسبوع تقريبا عن طريق لجنة الأزمة، سلموها لنا السادة في الهلال الأحمر. بعدها بتقريبا بأسبوع تم تكليف الحكومة، يعني كلفت عدة مؤسسات، استقبلنا يعني عدد تقريبا 5 شاحنات مساعدات تشمل أغطية وفرش ومعدات خاصة بالأطفال وحليب، مواد غذائية متعددة. الحمد لله نوعا ما في اكتفاء من ناحية هذه. اليوم أو بالأمس تواصلنا فيما يخص الأدوية خاصة بلجنة الأزمة والأدوية، لاحظنا في تجاوب، اجتمعنا مع السادة في المجلس الرئاسي، كان في تجاوب بالنسبة للاحتياجات. هذا صاحب سيارة.